سيادة المحافظ، لما نيجي نقول إدارة الأزمة زي ما الدكتور محمد بيقول، وزي ما بنقول إن المحافظات الحدودية لازم بيبقى لها أسلوب معين في إدارتها، إحنا بنقول إن الفترة الأخيرة شهد كتير قوي من المشروعات التنموية، وكمان طفرة في بناء المساجد وفي بناء الوعي الديني اللي موجود بالذات على المحافظات الحدودية، علشان نقفل بقى الباب اللي كان ممكن يسبب لنا أي مشاكل. نقدر نقول إن الفترة اللي جاية فيها كمان تطوير في المساجد وتطوير في المنشآت الدينية. الفترة اللي جاية فيها شغل قد اللي فات مرتين. الله. يعني نبدأ كده يعني. أنا بشغال في الطور بطور فيها، وبشغال في رأس سدر بطور فيها. شرم الشيخ ده حاجة تانية خالص. دي إحنا هنيجي يا فندم شرم الشيخ قريب. كله يعني انا دلوقتي انا معاكي، انا عندي مجموعات عمل شغاله في شرم الشيخ دلوقتي، عندنا توسيع شوارع، عندنا رئات خضراء بتتعمل، عندنا تطوير في الطاقه الشمسيه، عندنا محطات شحن بتتبني، عندنا شقق كتير جدا. طبعا حدث دولي مهم، حدث دولي مهم، واحنا هنيجي ان شاء الله قريب باذن الله عشان نغطي الكلام ده ان شاء الله. الموضوع الثالث هو موضوع سانت كاترين، انت بتطوري بتعملي المجمع بشكل مختلف، بتعملي مدينه صديقه للبيئه دينية عالمية. والمدينة دي طبعا ان شاء الله مقدر ليها شهر اغسطس شهر سبتمبر، يعني هتفتتح دي برضو موضوع كبير، اي ما بي وزارة الاسكان وجهاز التعمير ربنا يزيد ويبارك. احنا كام مرة قلنا هتفتتح في خلال ايام، يا ما شاء الله المشروعات شغالة في نفس الوقت. ما كانش عندك قيادات بتدير، يعني شوفي انا عندي الشغل اللي بقول لك عليه ده كله، وفي نفس الوقت العيد بيتم في ميعاده في مكانه في احتفال ثلاث ايام، قيادات موجوده، الطيارات جايه من مصر، وزراء موجودين، قيادات موجوده في الإدارة. في اداره واداره كويسه جدا على فكره، يعني ما فيش حد تقدري تقولي مقصر. ليه بقى؟ لان احنا هنا من هنا انا جيت اول حاجه حطينا شعار نحن نستطيع، دي 2014 و2015 وحتى الآن هذا الشعار موجود جوه الديوان العام على في قاعة المؤتمرات الكبيرة. تاني حاجة حطيت شعار تاني وهو العمل بروح الفريق، يعني المحافظ هتلاقيه مع الموظف الصغير، مع عمل النظافة، مع الموظف الكبير، مع السكرتير العام، شغل تكاملي. في الحقيقة يعني فإحنا بندير الأزمات بطريقة علمية، عندنا مركز إدارة أزمات رائع، عندنا شبكة طوارئ موحدة مش في الطور بس، ده أنا بعمل كمان في شرم الشيخ، والاتنين دول هيتوصلوا بالقوات المسلحة وبوزارة الداخلية تقدر تشوفي أي حاجة بتحصل في المحافظة من يا من الطور يا من شرم الشيخ. لازم يبقى عندك منظومة، عندك أجهزة اتصالات، كاميرات بانورامية مغطية. دلوقتي احنا بنغطي شرم الشيخ كله وبنغطي كاترين وحنكمل بعد كده بقية المدن. عندك أدوات تقدري تسيطري بيها على الأزمة. احنا قبل كده كانت الأزمات عندنا معظمها كانت سيول، السيول والكوارث، واحنا قضينا على المشكلة دي، عملنا يعني في استباق الأولى مع 850 مليون. في استباق لإدارة الأزمة، يعني احنا دلوقتي مش مستنيين الأزمة ربنا يبعد تقع، لا احنا شايفين المشكلة فين وابتدينا نشتغل عليها بحيث انها ما تقعش او بحيث انها ما تحصلش. وبعدين انا عندي متدربين يعني بينزلوا أكاديمية ناصر الدفاع الوطني بياخدوا دورة، بينزلوا بيجي لي سنويا، ليا محل سنويا بينزل موظف من عندي درجته كبيرة يعني، وبينزل بيتدرب وبيرجع على إدارة الأزمات متعلم. طبعا عندنا برضو الدورات بتاعت الرئاسية، كل الدورات دي كلها الأكاديمية الوطنية للتدريب واخدة من عندي ناس، بتدربت لي مجموعة من الموظفين، عندنا ناس دلوقتي متدربين متعلمين بقيادة بقى واعية بإدارة سليمة هتحل أي مشكلة الحمد لله. يعني احنا أزمات بنقدر نسيطر عليها الحمد لله. عظيم.